لو حضرتك عايز توفر من 10-30% من وقود عربيتك الملاكي مهما كان نوعها، وتعمل تنظيف بشكل مستمر للمحرك من الكربون وتضاعف عمره وكفاءته وعزمه وتطول عمر قطع الغيار وخصوصاً علبة البيئة وحساس الشكمان والبوجيهات، وتحس باختصار إنك راكب طيارة، يبقى لازم تركب في عربيتك جهاز اسمه جرين تيربو. دي باختصار فوائد الجهاز المصري بنسبة 100% جرين تيربو اللي نجح في ابتكاره مهندس اسمه رامي أنور شنودة، وسجله للحصول على براءة اختراع محلية ودولية بعد 8 سنين من البحث والتطوير للجهاز اللي بيعتمد بشكل رئيسي على طاقة الهيدروجين لتحقيق الاحتراق الكامل للوقود في العربية، ونجح في تصنيعه بحجم صغير جداً وبتكلفة لا تذكر. المهندس رامي أنور شنودة انضم كشريك مؤسس في شركة اسمها جديد لتكنولوجيا المناخ، واللي أسسها مجموعة من الشباب الطموح كشركة ناشئة هدفها الاستثمار في تكنولوجيا المناخ والطاقة النظيفة. ومن حوالي سنة تقريباً بدأوا تسويق جهاز جرين تيربو وتوثيقه ووضع مواصفات قياسية للجهاز اللي مدى استخدامه ملوش حدود، لأنه ممكن يتركب في المقطورات والميكروباصات والمراكب ومولدات الطاقة وغيرها، ويحقق نفس الأهداف وأهمها توفير الوقود وحماية المحرك ومضاعفة عمره وكفاءته. تعالوا في البداية نقابل المهندس رامي أنور شنودة، مبتكر جهاز جرين تيربو والشريك المؤسس ومدير التشغيل والعمليات في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ، خلال زيارته لفرع الشركة في محافظة بورسعيد. براحة كده اشرح لنا يعني ايه جرين تيربو، بيشتغل ازاي، اهميته ايه، ممكن يضيف لنا ايه، يعني ايه مصر تصدر الجهاز ده. فكرة دي جات لي من 8 سنين، كنت انا عاوز اوفر وقود في العربية بتاعتي الشخصية، فابتديت اشوف ايه الناس بتعمله بره مصر او جوه مصر لتوفير الوقود، فاكتشفت فكره الهيدروجين. الهيدروجين ده وقود قوي جدا ونظيف جدا ومجاني لان هو بيجي من ميه، فابتديت اطور في الجهاز، اعمل جهاز خليه الاول بدائيه زي ما كل الناس بتعملها، وابتديت اطور فيها اشوف مشاكلها ايه وعالجها، لان هو ده كان سبب عدم انتشار الاجهزه دي في العالم كله، بسبب ان كان ليها بعض العيوب. أولاً كان بيبقى حجمها كبير جداً وكذا قطعة، فتركيبها في العربية كان بيبقى صعب جداً. تاني حاجة كان بيجي مستورد، فكان بيجي بالفلوس كان بيبقى سعره غالي جداً، زائد إن هو كان ليه برضو مشكلة إن هو بيستهلك كهرباء كتير من بطارية العربية، فده كان بيؤدي بالسلب على العمر الافتراضي للبطارية العربية وممكن دينامو العربية كمان. أنا في خلال 8 سنين دول كنت قاعد أطور وأجرب وأعمل اختبارات عشان أوصل. اخترعته من الصفر ولا جبت جهاز وطورته؟ لا من الصفر، لأن هو ده اللي خلاني أقدر أقدم له براءة اختراع مصري ودولي. لأن لو في أي حاجة شبهه الطلب بتاعي يترفض على طول. صحيح. أنا الحمد لله جهاز تصنيع بالكامل في مصر، فيش أي جزء فيه أنا بستورده، فبقى سعره يعتبر ربع أو خمس جهاز المستورد. الشكل التاني الحجم الكبير وكذا قطعة، أنا جهاز بقى قطعة واحدة فقط دمجته، خليته مدمج. مدمج بقى في حجم إزازة المية المعدنية الصغيرة. ثالثا إن الجهاز بقى بيستهلك كهرباء حوالي 10% من الأجهزة التانية اللي هي التقنية القديمة، زائد ان احنا كمان اضفنا حاجات ما كانتش موجوده، ان احنا خليناه بقى جهاز ذكي، ان هو نقدر نتحكم فيه عن طريق موبايل ابلكيشن. يعني ده يعتبر اول جهاز عباره عن خليه هيدروجين ذكيه، تمام، حافظ على العربيه بتاعتنا وتوفر في الوقود، صح كده؟ تمام. وليها فوائد كتير جدا، تمام، اشرح لنا بالراحه فوائدها. توفير الوقود ده اول حاجه. تاني حاجه على المدى المتوسط ان هو بيوفر في صيانات، مصاريف الصيانه وقطع الغيار. المرحله الثالثه اللي هي على المدى البعيد ان هو بيحافظ على المحرك نفسه، العمر الافتراضي بتاعه، صوته اهدى، صوته انعم، بقى بيديله عزم وتسارع اكنك ركبت تيربو، عشان كده احنا مسمينه جرين تيربو، لان هو اخضر بيحافظ على البيئه وبيقلل استهلاك الوقود، وفي نفس الوقت بيديك العزم والتسارع اكنك ركبت تيربو. يعني ايه بيقلل استهلاك الوقود؟
ما انا بدوش البنزين العربيه بتجري بيعمل ايه يعني؟ تمام. غاز الهيدروجين ده غاز اشتعاله قوي جدا ونظيف جدا. فانا لما بدخله بنسبه بسيطه جدا للمحرك بيبتدي يخلي اللي بدل ما يبقى فيه نسبه وقود غير مكتمل الاحتراق بنسبه 20 او 30% لما بيخش معاه غاز الهيدروجين ده بيخلي الوقود يبقى مكتمل الاحتراق بنسبه 97% مثلا. فاستفيد انا كصاحب العربيه اللي دفعت فلوس البنزين. تمام. من كل فلوسي بكل ذره بنزين تخش بقيت بتستفاد بيها. تمام. فتلاقي اللتر مثلا لتر بنزين بدل ما كان بيديك 8 كيلو لا يديك 10 يديك 12 كيلو. فيبقى التوفير الكيلوهات اللي جات لك زياده دي قللت لك في استهلاك البنزين فده يعمل لك التوفير. مين بقى ساعدك في التصنيع نفسه؟ ده موضوع حضرتك شغال على تطوير وبقالك 8 سنين. النهارده ما عادش بقى نموذج بنفرجه للناس. لا ده في عربيات النهارده بتركبه، ده في اكتر من 2000 عربيه انت بتقول ركبتوها. تمام. صح ولا لا؟ تمام. طب الكميه التصنيع دي بقى عند مين؟ احنا بنصنع لدى الغير المصانع، كل مصنع بنصنع جزء معين وبنجمع الاجزاء دي كلها وعندنا ورشه لتجميع الجهاز بالشكل النهائي ده. تكاليف الجهاز، تكلفه الجهاز عشان نركبه. بتبدا العربيات الملاكي السي سي من اول صفر لغايه 2000 سي سي هو السعر ده. جهازين، في جهاز ب 4.5 في جهاز ب 6.5، الفرق بيبقى في العمر الافتراضي والضمان. المايه بتاعته صيانته عامله ازاي؟ ضمانه ايه؟ احنا بندي ضمان سنتين، عمر افتراضي للجهاز من 4 لـ5 سنين ويجدد. برضو دي ميزة مهمة جدا في الجهاز بتاعنا، ان احنا الجهاز الوحيد اللي بعد العمر الافتراضي ما ينتهي ما بترمهوش، حضرتك بتجيبه لنا تاني واحنا نجدده لك بما يعادل 20 او 30% من سعره ويشتغل معاك 4 لـ5 سنين تاني وتالت ورابع. الصيانات بتاعته ما بيحتاجش اكتر من انت كل ما تمشي حوالي 4000 كيلو تحط له سرنجة مية 40 سنتي. ما صدرتش ازاي لغاية دلوقتي؟ احنا الحاجات دي بتحتاج يعني جهاز زي ده طبعاً. انت ممكن تقلب العالم بجهاز زي ده. احنا لسببين، السبب الاولاني طبعا الاجراءات طويله شويه بالذات بتاعه التصدير، تاني حاجه احنا محتاجين تمويل بصراحه لان الحكايه دي عشان احنا بادئين شباب على قد امكانياتنا، فاحنا محتاجين تمويل سواء حد مستثمر يجي معانا يشجعنا وهنبدا بقى تصنيع على كميات كبيره. هو هيدخل في مشروع ناجح خلي بالك. طبعا طبعا طبعا، ونسبه مكسبه تفوق اي نسبه مشروع تاني تماما يعني. طيب محتاج ايه تاني؟ تسهيل بقى اجراءات، يعني احنا بنعمل الجهاز كل ما بنعمل فيه حاجه بنعمل له اختبارات في مراكز حكوميه عشان يبقى الجهاز معتمد بشهادات معتمده، فطبعا الشهادات دي بيبقى ليها تكلفه كتير، يعني عاوز اقول لحضرتك اختبار واحد او اختبارين ب 100,000 120,000 فبيبقى كتير علينا، فلو الجهاز دي تدينا خصم كويس تدينا منحه ان احنا نعمله مجانا لان في الاخر المشروع ده بيحافظ على البيئه، يعني هو مش مكسب لينا احنا وبس، لا ده بيحافظ على البيئه وده اللي كل العالم متجه ليه دلوقتي. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس إسلام سعد بريك، مدير التكنولوجيا والشريك المؤسس في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ، هيورينا طريقة تركيب جهاز جرين تربو في العربيات وبجد بيتركب في دقايق، ركزوا معاه. مهندس إسلام سعد بريك، حضرتك هنا مدير التكنولوجيا في جديد لتكنولوجيا المناخ وشريك مؤسس ما شاء الله عليك، ده الجهاز جرين تربو ودي العربية بالظبط، ورينا بتركبه إزاي؟ إحنا الجهاز اختار المكان إزاي؟ ان الموضوع بياخد وقت قد ايه؟ فهمنا. احنا الجهاز بيركب في اقل من ربع ساعه، بنختار مكان مناسب في العربيه طبعا. اقل من ربع ساعه؟ اقل من ربع ساعه. اي مكان في العربيه؟ اي مكان مناسب في العربيه بنختاره. بنزل. هنا هنا اي مكان. تمام. اي مكان حاجه مناسبه طبعا، احنا عرفنا كل العربيه كل عربيه المكان المناسب فيها فين من خبرتنا في الجهاز. طب ركب كام عربيه دلوقتي؟ اكتر من 2000 عربيه ما شاء الله، كل الموديلات، كل الموديلات من احدث موديل سي سي واطي سي عالي وكل الموديلات لحد حاجات الجامده قوي دي. اي عربيه ماشي. بنركب الجهاز في مكان مناسب، الجهاز بكل بساطة بناخد أي وصلة، وصلة كهرباء من أي فيوز بيشتغل مع الدوارة، وأرضي من أي مكان في العربية. طبعا عاوز أتكلم بس على فوائد الجهاز، إحنا الجهاز دوت بيوفر معانا بشكل لحظي في استهلاك البنزين من 10 لـ40%، يعني انت لو بتفاول كل مثلا 3-4 ايام لا هتبقى 5 أيام 6 أيام، ده بشكل لحظي. بشكل متوسط بقى انت هيوفر معاك في مصاريف السنه الدوريه كمان، زي عمر افتراضي الزيت البوجيهات، ده المستوى المتوسط. المستوى البعيد بقى هيوفر مع هيطول معاك العمر الافتراضي للموتور، كل ده يهدى بالظبط. علبه البيئه، علبه البيئه دي في المستوى البعيد احنا بنقلل. انا بكلمك في الحاجات اللي بتنقحنا يعني احنا بالظبط بنلعب على الحاجات دي. احنا علبه البيئه اللي بيسدها الكربون المترسب من الموتور، فاحنا بنقلل البعث الكربوني بنسبه لحد 75%، فانا بطول عمر في طريقه علبه البيئه كمان. بس كده مجرد ما اوصل السلكتين دول ووصله بالارض خلاص خلص الموضوع. شكرا، خلص الموضوع. انا هوصل سلكتين، ادي ارض، ادي الكهرباء،
بنوصل الخارج بتاع الجهاز مع فلتر الهواء. خلصت التركيب، احنا خدناش 5 دقايق هنكمل بس كده. خلصنا اصلا، انا كده خلصت يعني مدخل الهواء الطبيعي بتحط معاه خلاص، فلتر الهواء الطبيعي جدا. احنا كده خلصنا خلاص. طب والميه بتحطها امتى؟ الميه بنحطها دلوقتي، هنحطها دلوقتي. وبحطها كل قد ايه؟ انت الميه ديت، الميه ديت الازازه دي كلها بتكفيك لحد من 20000 ل 25000 كيلو. تعالوا بقى نقابل احمد طارق المدير التنفيذي لشركه جديد لتكنولوجيا المناخ، وهيشرح لنا اسباب مسانده الشركه للمهندس رامي انور شنوده مبتكر جهاز جرين تربو. هدفنا هو الاستثمار في كل ما يخص المناخ الامن، صح ولا لا؟ وده هدف العالم كله زي ما حضرتك قلت. اكيد اكيد. قابلنا المهندس رامي، هو راجل علامه في مجاله، راجل متخصص، وقعد 8 سنين يحارب حرفيا لغايه لما ابتكر جهاز جرين تربو وتبنيناه، ولكن اكيد عندنا ابتكارات كتير جدا. كلمنا عن جديد. تمام. هو جديد هي جرين تك ستارت اب، شركه الهدف بتاعها شركه ناشئه طبعا، الهدف بتاعها تقديم حلول لتقليل استهلاك الطاقه والوقود وتقليل الانبعاثات الكربونيه، مش حل واحد. المهندس رامي طبعا متخصص جدا في الهيدروجين، بقى له اكتر من 8 سنين شغال في الار ان دي وطور جهاز. قدرنا ان احنا خلال الفتره اللي فاتت ان احنا نقدم للجهاز طلب براءة اختراع في مصر وطلب براءة دولي. الجهاز اللي حضرتك شايفه ده يعني بيركب على المولدات كمان والسفن، وركبنا اوريدي اصلا على، عملنا اكتر من بايلوت كمان المولدات، ركبنا كتير على مولدات، ولينا السوق بتاعتك كبير جدا. السوق كبير قوي ومحتاج شغل كتير قوي، واحنا جاهزين، محتاج ناس في ظهركم ومساندتكم. عشان كده احنا فاتحين راوند للاستثمار في الفتره ديت، لان بقى عندنا طلبات كتير قوي حتى من بره مصر، من اوروبا، وده احنا استغربنا جدا الفتره اللي فاتت. كنا مستهدفين مصر والشرق الاوسط ومن بعدها افريقيا، لقينا ان في طلب من المانيا، من السويد، من امريكا، من بلجيكا على الاجهزه بتاعتنا. عشان كده بدانا ان احنا سجلنا طلب براءه دولي للتكنولوجيا دي، عشان ما حدش يقدر يقلدها على مستوى العالم لحين التسجيل في بلاد بعينها. وبدأنا كمان إن إحنا فتحنا راوند للاستثمار، وإن شاء الله على السنة الجاية بإذن الله المنتج ده تلاقيه موجود في العالم كله. محمد عمرو هو الشريك المؤسس ومدير التسويق وتطوير الأعمال في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ. قابلناه لأنه المسؤول الأول عن ملف جهاز جرين تربو، ونجح في الحصول على شهادات اختبار للجهاز تؤكد فاعليته. ركزوا معاه. حضرتك استلمت جهاز عبقري جدا اسمه جرين تربو من حد عبقري جدا اسمه المهندس انور شنوده، وكان مطلوب من حضرتك انك تعمل له شهادات ميلاد، صح ولا لا؟ مظبوط. شهادات الميلاد دي عملت فيها ايه؟ احنا اشتغلنا على توثيق براءه الاختراع، واول خطوه خدناها ان احنا نسجل براءه اختراع مصريه، ومن خلال ان احنا دخلنا مسابقه مبادره المشروعات الخضراء الذكيه، كسبنا يعني مبادره المشروعات الخضراء الذكيه، وده فتح لنا طرق كتير جدا. فتح لنا ان احنا حصلنا على منحه من بنك التنميه الافريقي، قدرنا نستغلها ان احنا نسجل براءه اختراع دوليه، قدرنا ان احنا نكسب جائزه الابتكار الصناعي. احنا كنا اول ناس سجلنا معاكم بعد الفوز بجائزه الابتكار الصناعي برنامج جدعان. طبعا بالظبط. وقدرنا ان احنا جاي لكم هنا على فكره عن ايمان كامل بقدراتكم. كمل حضرتك. وقدرنا ان احنا نوثق النجاح ده من خلال ان احنا نسجل شهادات ايزو، وان احنا نعمل اختبارات مع مراكز حكوميه زي المركز القومي للبحوث ومع المعهد القومي للاقاسات والمعايره، وقدرنا ان احنا ناخد اول شهاده من غرفه الصناعات الهندسيه ان احنا نصنع خلايا الهيدروجين الذكيه. قدرنا ان احنا نحصل على جائزه رالي اكسلريت لليابان، مسرعه كيجاب في كيهانا سيتي لمدينه العلوم اليابانيه، وكسبنا جائزه من جي اي تي بي في الصين ان احنا نمثل مصر في مؤتمر جي اي تي بي في الصين في اسيا، وقدرنا نحصل على جائزه من جلوبال ستارت اب اوورد في شمال افريقيا لاحسن ستارت اب في مجال الموبيليتي واللوجيستكس. شايف مستقبل جديد ازاي؟ والله هو حجم المشكله، انا فرحان بيكم جدا، وثقه الناس فيكم على فكره دي مش سهله،
الشارع لله. اللي عمال يجي ويحط عربيته ويمشي ومستني نص ساعة ولا تلات أربع ساعة عشان الجهاز يتركب ويجي ياخد عربيته وحاسب أمان وبيتحرك بيها. الحمد لله. ده 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 نجاح كبير وأصحك ليكم كمان. الحمد لله. شايف إزاي المستقبل بتاع جديد؟ اساسا اللي احنا شغالين عليه جديد او طريقه اللي احنا شغالين منهجيه اللي احنا شغالين بيها هي منهجيه مش عاديه، ان بيبقى فيه 30 مليون طن كربون يوميا انبعاثات ناتجه عن 10 مليار دولار بتتحرق كوقود احفوري، فده بيعمل حاجه اسمها احتباس حراري على مستوى الكوكب، ده بيضغطنا ان احنا كل يوم نستهلك طاقه اكتر على مستوى الكوكب عشان نعرف نعيش، عشان نعرف ناخد درجه الحراره اللي احنا نعرف نقعد فيها. اللي احنا اشتغلنا عليه ان احنا نخلي الحل نخلي الحلول الخضراء بدل ما هي سعرها غالي جدا ومش عمليه، لا احنا خليناها سعرها اتشيفابل ينفع العميل يقدر ان هو يركبها عنده او يستخدمها وفي نفس الوقت يسترد ثمنها في وقت قليل جدا. فبالتالي التوازن ده قدر يخلي في منتج قوي يخلي العملاء تشتري او تستثمر في منتج زي ده علشان تحسن المناخ. لسه مع حضراتكم في فرع شركة جديد لتكنولوجيا المناخ في بورسعيد، واللي يعتبر من أحدث فروع الشركة اللي افتتحها مجموعة من الشباب اللي شافوا في جهاز جرين تربو فرصة استثمارية حقيقية. تعالوا نقابلهم، والبداية مع العميد حمد الطائر مؤسس فروع جديد لتكنولوجيا المناخ في اسكندرية والأقصر. حضرتك النهاردة بقيت مسؤول عن تركيب الجهاز ده عربيات المواطن. تمام. صح؟ تمام. بدأت معك الحكاية ازاي واقتنعت ازاي انك تحط استثماراتك في هذا المجال؟ انا متابع الشركة تقريبا من ما يقرب من سنة ونص سنتين. الجهاز راكب عندي في عربيتي. ركبت في عربيتي، لا فرق كتير جدا. فرق كتير جدا، اداني هورس باور، اداني توفير في الوقود، قلل انبعاثات كربونية، لا في فوائد كتير جدا للجهاز. لما فتحت الفرعين اشمعنى اسكندرية والأقصر؟ اسكندريه موطني الاصلي واقامتي. اسكندراني يعني؟ اسكندراني اه. والاقصر كانت اغلب فتره شغلي في الاقصر او في الصعيد. الصعيد محتاج تنميه، محتاج تنميه مستدامه، محتاج الحفاظ على الاقصر كاثار. خلي بالك سوق كبير جدا، عربيات سياحه عايزه تركب. عربيات السياحه اه طبعا، مواطنين، كل مراكب. مراكب عندي أدرى. عندي مراكب كتير جدا، عدد الفنادق العايمه والمراكب هناك. برضه هنقلل انبعاثات كربونيه هناك على النيل قدام المناطق الاثريه وفي النيل. صحيح. دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه ان انا بحافظ لك على قطع الغيار. يعني الهيدروجين بيحافظ على قطع الغيار بحيث ان حضرتك النهارده بتغير قطعه الغيار على ست شهور او سنه، لا هتاخد سنتين وثلاثه. أكبر تحدي بيواجه حضرتك النهارده بعد افتتاحك لفروع جديد لتكنولوجيا المناخ في اسكندريه والأقصر؟ والله هي يعني الحالة الاقتصادية، واحنا بنحاول نساعد بقدر المستطاع، والشركة بتعمل دايما عروض. نزلنا سعر التنظيف لتقريبا أقل من 50%، عملنا تخفيضات على سعر الأجهزة ونزلنا برضو التخفيض ممتاز وكويس للعميل. بننفذ من خلال المنافذ أو الفروع بتاعتنا بالكامل، يعني احنا بنشتغل تقسيط من خلال فيزا مشتريات اي بنك من البنوك. اي بنك من البنوك بيجي لنا فيزا مشتريات احنا بنقسم له، او فاليو او امان او ايا كانت الشركات. موجودين على فاليو؟ موجودين على فاليو وامان وكونتاكت وحاجات كتير. يعني الشاب اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور عبد الرحمن احمد، مالك فرعين لشركه جديد لتكنولوجيا المناخ في مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الدقهلية. تسارع، عزم، توفير، وقود، ده شعار أنت متبنيه. حضرتك الدكتور عبد الرحمن أحمد عندك فرعين لجديد، صح ولا لا؟ مظبوط. الفرع الأول في قلب الحصري في 6 أكتوبر. مظبوط. والفرع الثاني في مدينة المنصورة على رائعة الجمال. مظبوط. دخلت المجال ده ليه؟ والاستثمار ده حطيته ليه؟ وصلت له إزاي؟ مش نبدا كده، وصلت له ازاي؟ انا اصلا انا والدي بقاله اكتر من 25 سنه في مجال النقل العام والمواصلات، فهو فعلا الفتره اللي فاتت كان بيدور على حاجه تقلل الوقود، تقلل استهلاك الوقود لان ده هيفيده جدا في شغله. بالصدفه لقينا بوست نازل بتاع جديد، والدي اتكلم معاهم وقال لهم عايز اوصل للاداره، وعملنا ميتنج واتقابلنا وفهموا الموضوع ده كله. فهو جه حكى لي، انا قلت الموضوع ده لا انا دكتور انا مالي
أيوة أكيد قلت كده بالظبط قلت كده أنا مالي بالكلام ده. بس أنا برضو لسه أنا عندي هوايتي العربيات وتعديل العربيات، فجربته في عربيتنا ولقيت نتائج أنا ما تخيلتهاش فعلا. عجبني أول موضوع ده. كان عربية نوعها إيه اللي أنت ركبت فيها جرين تيربو؟ متسوبيشي لانسر شارك. تمام تمام. فلقيت في اختلاف. إحنا دي أصلا العربية بتجري لوحدها. مظبوط. وأصلا العربية دي معروفة بقابها إن صوت الموتور عالي. صوت هدي. طب ممتاز. هدي خالص. فعجبني الموضوع. فجمدت قلبك وفتحت الفرعين. مظبوط. فتحت خدت الفرنشايز بتاع الجيزة. أنت عايش 6 أكتوبر في الجيزة؟ في حدائق الأهرام جنبها. والمنصورة البلد بتاعتنا. والمنصورة المفروض أصلي. والإقبال عامل إزاي؟ لا الحمد لله كستارت اب حلو قوي. يعني ركبت كام جهاز لغايه النهارده في قد ايه؟ انا فاتح بقالي شهر في الفرعين ممكن وصلنا ل 50. دلوقتي هنقابل محمد الشربيني مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظه الفيوم. الفيوم وجد عنها استاذ محمد الشربيني، حضرتك المؤسس لفرع جديد لتكنولوجيا المناخ في قلب الفيوم، العاصمة نفسها الفيوم؟ العاصمة نفسها الفيوم. هل في كان أي شروط صعبة في الحصول على الحقيقة امتياز العلامة التجارية جديد لتكنولوجيا المناخ؟ ما فيش شروط صعبة، بس الشرط الأساسي إن أنا أبقى فاهم والتيم بتاعي يبقى فاهم هو بيتعامل في إيه، ويقدر يوصل فكرة الجهاز للعميل، زائد إن هو يقدر يتعامل مع الجهاز ومع كل نوع عربية باختلاف أنواع العربية. الناس في الصعيد استقبلت الجرين تيربو إزاي؟ في محافظة الفيوم على سبيل المثال. استقبلته في الأول ما كانوش فاهمين إيه الجرين تيربو، إحنا فهمناهم ده بيحسن أداء العربية، بيوفر بنزين، بيزود التسارع، عملنا لهم دورات تنظيف كربوني فور فري ودعاية عليه، وفعلا الناس اللي كان بيعمل تنظيف كربوني كان بيجي لنا تاني بيركب الجهاز لأنه بيحس بأداء وفرق في تسارع وعزم العربية. هل في أي مشكلة ممكن يواجهها اللي بيركب الجهاز في عربيته لو راح يرخص، لو وقف في حملة مرورية في الشارع، ممكن يواجه أي مشكلة؟ لا مستحيل. مستحيل. أنا لسه مرخص العربية من شهرين ورفعت بصمة والعربية اتفحصت، مفيش أي مشاكل. وحتى الضابط بيقول لي إيه كده، بقول له ده جهاز كذا جرين تيربو بيوفر بنزين، المفروض يسقف لك. واتبسط يعني، عاد شرحت له الجهاز. حضرتك مركبه في عربيتك؟ مركبه في عربيتي. كمان المهندس محمود عاطف هو مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظة القليوبية. حضرتك أسست فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظة القليوبية، مكان متشاف جدا ومحتاجين الناس تفهم يعني إيه جرين تيربو، بتعمل إيه؟ تمام. جرين تيربو هي أول خلية هيدروجين بتساعد في عملية الاشتعال، فبالتالي البنزين أو الوقود اللي حضرتك بتحطه في العربية بتاعتك بيحترق بشكل كامل. في الحقيقة أنا ما كنتش مصدق ومستوعب الفكرة والتكنولوجيا الجديدة اللي موجودة ديت وحجم الجهاز. أنا انبهرت بصراحة لما شفت الجهاز ده. الجهاز وفر معايا تقريبا نسبة 30%، عزم العربية بقى أقوى، التسارع تحسن جدا، صوت المكنة بقى أهدى. ركبت كام جهاز لغايه النهارده؟ شهرين. احنا ركبنا تقريبا حوالي 20 جهاز. تمام. بس احنا شغالين بطريقه مختلفه شويه عن باقي الفروع، ان احنا بنحاول نوعي الناس، فبنحاول ان احنا نشتغل اكتر على التنظيف الكربوني، لان حضرتك عارف احنا في منطقه يعني حوالينا زراعه كتير وكده، فاحنا مركزين على ان احنا نشتغل على الجرارات والحاجات اللي شغاله في الزراعه بشكل اكبر. يعني زائد على كده احنا اصلا في منطقه يعني بعيده شويه عن الطريق الدائري. انا كنت مثلا عشان اروح الجامعه 15 كيلو بس عشان اروح للطريق الدائري، فطبعا اليوم على ما اروح الجامعه وارجع او اروح الشغل وارجع بتكلم في مش اقل من 80 كيلو. فده طبعا انا اتفكرت وقلت يعني الشباب اللي موجوده اللي بتروح الجامعه والناس اللي هي بتروح شغلها في المنطقه عندي انا اقدر اخدمها، زائد على كده الناس اللي شغاله في الزراعه في المنطقه اللي حواليا. جهاز جرين تيربو وصل محافظة كفر الشيخ. هنقابل محمود عامر مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في مدينة كفر الشيخ. أستاذ محمود عامر، فرع كفر الشيخ إن شاء الله. جديد لتكنولوجيا المناخ، إيه اللي خلاك فتحت الفرع؟ استقبال الناس هناك لهذا الجهاز جرين تيربو؟ في اللي استقبلها لأنه عارف الفكرة، وفي اللي بصعوبة، وفي اللي احنا بنحاول نوصله الفكرة.
بالنسبه لك فرصه استثماريه كويسه ولا لا؟ جدا، وبنحاول فعلا ننشرها بحيث ان احنا نفيد ونستفاد عندنا في كفر الشيخ. بتفكر ازاي عشان تسوق الفكره هنا في كفر الشيخ عشان الناس تعرف اولا ماذا يعني جرين تيربو؟ بحاول اتعاقد مع النقابات، النقابه الهندسيه ونقابه الاطباء، لان الدكاتره والمهندسين بيسافروا كتير، فبحاول ان انا فعلا اتعاقد معاهم بحيث ان هم لو هيعملوا الدوره للتنظيف نفسها، لان دي اللي هتعرفهم الجهاز بيعمل ايه في العربيه. تعالوا بقى نقابل حسن شاهين مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظه بورسعيد اللي بنزوره دلوقتي. نما الى علمي ان انت كان عندك مشروع لحديد التسليح، ورغم كده اتجهت بكل قوتك لجرين تيربو. جرين تيربو اقوى من حديد تسليح كاستثمار؟ كاستثمار اكيد. ليه بقى؟ لأسباب كتير. أول حاجة إن الحديد سلعة موجودة بقالها كتير جدا، سلعة مطلوبة وسلعة غالية، حاليا سوقها مش أحسن حاجة، فمختلفة تماما عن فكرة جرين تيربو. جرين تيربو أنت إحنا حاجة جديدة تماما. الحمد لله باشمهندس رامي قدر يطور الجهاز بالشكل ده، إن هو يكون فعال أكتر كمان من المنتجات الموجودة بره، ويكون سعره أوفر وكفاءته أعلى. أنا طول عمري نفسي في حاجة بدأ من الأول، يعني نفسي اخد فكره من اولها وابدا بيها واطلع معاها. يعني طول عمري مش حابب ان انا اكون جزء من حاجه اوريدي موجوده وعجله ماشيه وخلاص. يعني انا حابب ان انا يعني اعمل حاجه يعني يبقى ليها هدف مهم، غير طبعا الربح المادي او الكلام ده، لازم يكون في هدف من الموضوع. وهدف جرين تيربو ان العالم يبقى احسن، فطبعا دي حاجه يعني اتشرف ان انا اكون جزء منها. يعني انا شايف الناس جايه وبتركب الحمد لله، يعني الحمد لله كل الناس اللي ركبت، يعني سوق مبشر. الحمد لله الناس اللي ركبت كلها مبسوطه من الاداء العربيه ومن التوفير، لا وفاهمين لان في حد ناقشني في ال اغلبيه الناس الهيدروجين بيطلع قد ايه. اغلبيه الناس وانا بعمل له كده. اغلبيه الناس اللي جات لنا يعني اغلبيتهم مهندسين. اكتر حد بيستجيب للموضوع اللي فاهم شويه الموضوع وعارف فكره الهيدروجين بيدخل يعمل ايه وازاي بيعلي الحرق وازاي ما بيأثرش على اي حاجه في الموتور. ولو ما فاتش مش هيدور العربيه؟ مستحيل. هو ولو ما فاتش يبقى العربيه فيها مشكله كبيره. فدي خلت اعاقه الجهاز ان هو يشتغل باحسن كفاءه. اكيد قرار تركيب جهاز جرين تيربو اللي بتصنعه شركه جديد لتكنولوجيا المناخ في اي عربيه قرار مش سهل. تعالوا نقابل الجدعان اللي ركبوه فعليا ونفهم اسبابهم وتاثيره. هنقابل حسام الدين مصطفى، هو بالمناسبة محاسب في إحدى الشركات الكبرى في بورسعيد. أستاذ حسام الدين مصطفى، حضرتك في عربيتك الجميلة دي ربنا يبارك لك فيها اللي بتتلمع كل يوم دي، عايزين نعرف أنت ركبت الجهاز من إمتى بالظبط؟ 3 شهور. فرق معك إزاي؟ حكي لنا كده وبحيادية كاملة. العربية اللي كان السحب بتاعها قليل عشان علبة البيئة كانت مسدودة، فأنا جيت أركب الجهاز على أساس إن هو بس ينظف لي علبة البيئة. بس الصراحة لما ركبت الجهاز اتلاقيت فيه كذا ميزة تانية. اولا العزم بتاعها عالي، علبة البيئة اتنضفت، استهلاكها في البنزين على الطريق قل بنسبة حوالي 40%. يعني توصل اسكندرية مثلا من القاهرة ب 16 لتر ما كملت الصفيحة حتى؟ ممكن. راحة بس. العربية هنا كام سي؟ 1600. كلفك كام؟ اتكلفت جرين تيربو 6500 جنيه. 6500 جنيه. لكن بقالنا قد ايه قلت لي؟ 3 شهور. 3 شهور والنتيجة مرضية جدا جدا لحضرتك. جدا جدا. حضرتك يعني قبل الجهاز حاجة وبعد الجهاز حاجة تانية خالص، كأنها تيربو. العزم بتاعها زاد بنسبة 100%. طيب تنصح الناس ان هم يركبوها؟ طبعا. اول حاجة هو هيحافظ لك على عمر الموتور، تاني حاجة الحساسات بتاعتك نضيفة طول الوقت، عمرها هيبقى الضعف، بدل 60,000 كيلو هتبقى 120,000 كيلو. هتوفر في البنزين لو انت بتسافر كتير، هتتبسط قوي من الجهاز. كمان الاستاذ محمد فؤاد قرر تركيب جهاز جرين تيربو اللي بتصنعه شركه جديد لتكنولوجيا المناخ، وهو مهندس بناء سفن في محافظه بورسعيد، وعربيته تقريبا زيرو. مهندس محمد فؤاد، حضرتك راجل بتاع بناء سفن صح ولا لا؟ صح جدا. عربيتك نيسان صاني، ركبت الجرين تيربو من حوالي 3 شهور، ده اللي حضرتك قلته لي. مظبوط كده. النتائج عامله ازاي؟ في الارقام مذهله. انا بقالي 300,000 كيلو في العربيه 11 سنه. انا ركبته بعد 300,000 كيلو 11 سنه.
تمام. الارقام اللي في العربيه دلوقتي بعد ما ركبت الجهاز ما شفتهاش وهي زيرو. العربيه وهي زيرو المفروض تعمل 16 كيلو لللتر الواحد. تمام. دي الايدله يعني اللي هي بقى ما فيش هواء ضدك، ما فيش رياح، ما وزيرو فيش لسه الموتور زيرو بعافيه مفروض. تمام كده. دلوقتي انا عملت 18 كيلو لللتر الواحد وانا مشغل التكييف ومشغل الاضاءه، الاضاءه بتاعت العربيه برضو بتستهلك باور من الانجن بتاعي، وعمل 18 كيلو لللتر الواحد بعد 11 سنه و300 الف كيلو. طب انت فكرت ليه ان انت لازم يبقى عندك الجهاز ده في العربيه؟ ليه اصريت وكنت بتتبع حاجات كتيره جدا ليه؟ حاجات كتيره جدا، لان انا كنت انا دايما المهندسين طبعا عندهم حته اللي انا عايز احسن اداء للموتور. الاوكتان بتاع الهيدروجين 120، انت بتحط بنزين 92 95، يعني لما بتحط 95 في العربيه ايه اللي بيحصل في العربيه؟ بتديك اداء احسن وتقول انا وفرت في الطاقه في البنزين عندي. صحيح. تمام. فانت بتاخد الطاقه واقل من الكونسيوم. طب لو حطيت لك 120 اوكتان ايه اللي هيحصل؟ هتستهلك اقل وهتاخد طاقه اكبر. فانت اللي بيعمل هنا الجهاز بيعمله ايه؟ بيدخل مع الهواء الخليط جوه السلندر، مع الخليط نسبه هيدروجين قليله جدا، فانت بتحط نسبه هيدروجين على اساس اللي انت ترفع الاوكتان بتاع الوقود وتحسن الاحتراق الداخلي بتاع الموتور. ده اللي بيدي لك الباور عالي وبتقلل نسبه الاستهلاك بتاع البنزين. جرين تيربو هو اول خليه هيدروجين ذكيه تتصنع في مصر بنسبه 100% بتصميم مدمج ملوش مثيل في صناعة السيارات عالمياً، وشركة جديد لتكنولوجيا المناخ بكل خبراتها بتتحرك بقوة لتسويقه محلياً وعربياً. بجد يستحقه.